بمناسبة الدهون، احنا تعودنا يقولوا لنا ما تاكلش دهون عشان هتعمل فات عندك وهتعمل شحوم وهتعمل، وبعدين نكتشف بعد كده ان يعني دكاترة التغذية بينصحونا ان احنا ناخد دهون. هل في دهون يعني محبذ يعني ان احنا نتناولها، ودهون مثلا ضارة طبعا او كده يعني؟ طبعا طبعا. ممكن تقول. الدهون المفيده اللي احنا دايما لازم بنوصي فيها في الرجيم، الدهون اللي هي بتسمى مونو انساتوريتد اللي هي الدهون الاحاديه، دي موجوده في من اللي في زيت الزيتون بس طبعا ما يطلعش على النار، موجوده في المكسرات، موجوده في الافوكادو بنسب عاليه، موجوده في الاسماك. عشان كده كنت بقول لك الميديترينيان دايت اللي بيعتمد على الاسماك من افضل الانظمه الغذائيه، لان هو بيدي الاحتياج للجسم من الدهون. الدهون الضاره بقى اللي هي مثلا الزيت طلع حمرناه اتحول لدهون مهدرجه او دهون محوله، المحوله دي هي اللي بتسبب كل امراض الشرايين والقلب والكلام ده كله، اللي هي موجوده مينلي في كل الحاجات اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت. في حد زميلنا في الاعداد بيسال حضرتك. اتفضل. انا عنده الكرش عايز ينزله يعني مش عارف ينزله ازاي. طيب طبعا احنا محتاجين الاول نسمع منه اكتر عن حياته واللايف ستايل بتاعته تروح لها العياده بقى يا دلوقتي حتى ولا انت بعد عايز حاجه ببلاش يعني؟ بعد البرنامج مفيش مشكله، بس يعني نشوف الاول في مشكله ما معينه هي اللي عامله الكرش ده الاول مشكله صحيه، وبعد كده نبتدي نشوف ايه الانسب ليه ونتعامل معاه. مفيش مشكله.